يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته التي كتبها على شرح صحيح الإمام مسلم، قال: فصل. ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله وغيره البخاري ومسلم رضي الله عنهما إخراج أحاديث ترك إخراجها، مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرج لرواتها في صحيحيهما. قال: وذكر الدارقطني وغيره أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا. قال: فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما. هذه دعوة ذكرها الإمام الدارقطني رحمه الله. والدارقطني من العلماء الذين عنوا بكتابي البخاري ومسلم، وألف في ذلك كتاب سماه الإلزامات، وألف كتابا آخر سماه التتبع، أي إن الدارقطني تتبع الشيخين وألزمهما. وهنا يتكلم الإمام النووي عن قضية الإلزام. يقول: هناك أحاديث رويت بنفس الأسانيد التي أخرج بها البخاري ومسلم أحاديث لبعض الصحابة، وهناك أحاديث ثبت صحتها ورواتها على شرط الشيخين، إلا أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يخرج هذه الأحاديث في كتابيهما. وصنيعهما وهو اشتراط الصحة يلزم منه أن يخرج هذه الأحاديث، هذا وجه الإلزام. وقد أجاب ابن الصلاح وغير ابن الصلاح أجاب عن هذه الدعوة ورد هذه الدعوة بأنه لا يلزم، لأن الشيخين في أول ما صنع وما بين أخبر أنهما ألفا، كل واحد منهم ألف كتابا مختصر، والاختصار يعني أنه لا يستوعب، ولو ادعي الاستيعاب لكان هذا السؤال أو لكان هذه الدعوة يعني لها وجه من النظر. أما وأنهما اختصرا، فالاختصار يعني أنهما يأخذا من الشيء ويتركا. وهنا نقطة، وهي ما أشار إليه ابن الصلاح من أن الشيخين لم يستوعبا ولم يدعيا الاستيعاب، وهذا يكفي في الاعتذار لهما عما لم يخرجاه. وهناك نقطة أيضا يجدر ذكرها، وهي أن الشيخين ما صنعاه في كتابيهما قد يكون بمثابة النموذج والمثال، فإذا كانت هناك أحاديث رويت بسند واحد واقتصر الشيخان على بعض هذه الأحاديث، فكأن صنيعهما يشعر بأن هذه الأحاديث التي على هذا المنهج ينطبق عليها وصف الصحة وإن لم يخرجاها في كتابهما، حيث يقتصران على ذكر نماذج خصوصا فيما يتعلق بالصحف الحديثية. على سبيل المثال الذي ذكر هنا،
أن الشيخين أعني البخاري ومسلم أخرج بعض أحاديث من صحيفة همام بن منبه التي رواها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجها الشيخان من طريقيهما بسنديهما إلى همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد الصحيفة كما أشار بعض أهل العلم إلى أنها نحو من 140 حديث، 128 حديث. الشيخان أخرج بعض هذه الأحاديث وترك البعض، فإخراجهم لبعض هذه الأحاديث يكفي في تطريد الحكم على سائر أحاديث الصحيفة، ولا يقال إن ما أخرجه الشيخان هو الصحيح وما تركاه لم يصح، لأن الإسناد واحد. لكن يقال إن الشيخين اقتصر على بعض لأنهما يختصران وأنهما يأخذان نماذج، ومعنى صنيعهما أن سائر أحاديث الصحيفة يحكم بصحته. وهكذا عندما نرجع إلى كثير من الصحف الحديثية التي أخرج الشيخان منها كصحيفة الأعرج عن أبي هريرة وصحيفة همام بن منبه وغيرها من الأحاديث ومن الكتب التي نقل الشيخان منها أحاديث وهي تروى بسند واحد، فمجرد إدراج بعض هذه الأحاديث يكفي في أن يحكم على سائر هذه الأحاديث بالصحة ولا يلزم استيعابها، خصوصا وأنهما أكدا أن كتابيهما إنما هي مختصرات. بل نقل عن الشيخين ما يدل على أن هما اختارا ولم يستوعبا، فالإمام البخاري أشار إلى أنه ليس كل حديث صحيح يريده في كتابه، وإنما يختار منها ولم يستوعب خشية ملال الطول. وهكذا أشار الإمام مسلم في كتابه إلى أنه يقتصر على بعض الأحاديث دون بعض، وبهذا لا يرد هذا الإلزام الذي ألزم الدارقطني فيه الشيخين رحمهم الله. ولهذا يقول هنا: وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. وهذا يعني أيضا من الدعاوى التي أوردت على الشيخين. قال: وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما، يعني ألف كتابين كل واحد منهما يلزم الشيخين بأحاديث لم يورداها في كتابيهما. قال: وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، يعني الصحيح، وإنما قصد جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله
نعم. لا لا يلزم إذا كان الإسناد واحد وهما قصدا الاختصار فالحكم واحد في هذه الأحاديث أخرجاه أو لم يخرجاه. نعم أهل العلم لما صنفوا الصحيح قالوا إن أصح الصحيح ما أخرجاه، وأن من الصحيح الذي يأتي في المراتب ما كان على شرطهما أو ما كان على شرط واحد منهما، فهذا ترتيب في الجملة، لكن لا يلزم منه أن يكون عين ما لم يخرجاه أقل صحة مما أخرجاه، خصوصا إذا كان سنده واحد. الاستدراك غير الإلزام. الاستدراك الذي وقع من الدارقطني وغيره أن يشير إلى حديث ويقولان هذا الحديث أو يقول هذا الحديث لم يخرجه البخاري وكان الأولى أن يخرجه، يعني الإلزام، لأن البخاري أخرج جزء من الصحيفة فكأنهم يلزموه بإخراج سائر الصحيفة، والاستدراك كأنهم يقولون إن هذا الحديث توافرت فيه شروط الصحة بصرف النظر عن كون البخاري أخرج نماذج منه أو لا، وما دام توافرت فيه شروط الصحة فيستدرك على الشيخين. ومن هنا ألف الإمام الحاكم كتابه الذي سماه المستدرك على الصحيحين، أورد فيه أحاديث وكان يورد ويتعقب هذه الأحاديث ويقول هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، أو هذا على شرط البخاري ولم يخرجه، أو هذا على شرط مسلم ولم يخرجه، وهو يريد أن الرواة الذين رووا هذا الحديث والسند الذي روي به هذا الحديث البخاري أخرج مثله أو أخرج نحوه، لكن لبعض أهل العلم تحفظات فيما استدركه الشيخ استدركه الحاكم على الشيخين، لأن الشيخين يتخيران أحيانا، قد يروي حديث لراوٍ عن شيخ معين لا على سبيل الإطلاق، لأنهم قد يحكمون لهذا الراوي بصحة السند إن كان عن شيخ معين، أما إذا روى حديثه عن شيخ آخر فلا يحكمون بصحته لوجود علة، حيث إن الراوي إما أنه لم يسمع من ذلك الشيخ أو إنه سمع منه بأخرة وقد اختلط الشيخ، أو إنه سمع منه ثم ضاعت كتبه فروى من حفظه فأخطأ، ولذلك كانوا يتجنبون أمثال هذه الروايات. فليس كل من روى عنه الشيخان حديثا يعني يصلح أن يكون حديثه في كل الروايات وبكل الأسانيد يصلح أن يكون يعني لازما أن يخرجه الشيخان أو يستدرك به على الشيخين. نعم ما نسامة. الفرق بين الاستدراك والاستخراج، على كل حال الإمام النووي سيعقد فصلا لبيان الاستخراج. الاستدراك معناه أننا نلزم الشيخين وكأننا نقول إن هذا الحديث توافرت فيه شروط الصحة وكان على الشيخين أن يخرجاه ولم يخرجه فينبغي أن يستدرك عليهم. وأما الاستخراج فهذا عمل حديثي خاص، وهو أن من عناية العلماء خاصة أقران البخاري ومسلم أو تلاميذ البخاري ومسلم، من عنايتهم بكتابي البخاري ومسلم تتبعوا أحاديث البخاري ومسلم، كل واحد منهم يأخذ كتاب البخاري أو كتاب مسلم ويتتبع هذه الأحاديث التي أخرجها فيخرج يخرجها لكن من غير طريق البخاري ومسلم، يرويها عن أقران البخاري ومسلم
بحيث يورد أسانيدها إلى شيوخ البخاري ومسلم من غير طريق البخاري ومسلم، والغرض من ذلك هو التأكيد على أن هذه الأحاديث معروفة وأن أحاديث صحيحة، وأن الشيخين لم يتفردا بها، وإنما رواها غير الشيخين من أقران الشيخين، وأن هذه الرواية معروفة مشهورة، فيورد هؤلاء الأقران أو هؤلاء التلاميذ هذه الأحاديث من طرقهم ومن رواياتهم الخاصة، حيث تلتقي الأسانيد مع شيوخ الشيخين، تلتقي عند شيوخ الشيخين أو عند من هو أعلى من شيوخ الشيخين، فإن ضاقت الرواية ولم يجد روايات أخرى يخرج الأحاديث عن طريق الشيخين. هذا الصنيع يسمى بالاستخراج، والغرض منه إنما هو تأكيد، والغرض منه إنما هو دعم، والغرض منه إنما هو تعضيد رواية الشيخين، رواية البخاري ومسلم. وسيأتي أن كل كتاب من هذين الكتابين، أعني كتاب الإمام البخاري ومسلم، استخرج العلماء عليهما كتب، استخرج العلماء عليهما كتب عرفت بالمستخرجات، وأن هذه المستخرجات تلحق بكتب الصحيح من حيث الحكم. قال وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصد جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله. لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر، يعني إذا كان الحديث أصلا أي في بابه، أصلا في بابه ولم يخرج له نظير ولا ما يقوم مقامه، يعني مقام هذا الحديث، قال فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة، وهذا قد نص عليه، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده، لأنهم يعني راعوا أمر الاختصار، أو لغير ذلك، والله أعلم. ويمكن إضافة إلى ذلك كما قلنا، أو الاقتصار على نماذج من هذه الصحف، وهذا يكون يعني أحد الأهداف العلمية التي استهدفها الشيخان، يقتصران على نماذج من الأحاديث المروية بالسند الواحد، إشعارا منهما بأن هذه الصحف وبأن هذه الكتب التي أخذ عنها ينطبق عليها حكم البخاري ومسلم من حيث الصحة. أيضا من القضايا التي تناولها الإمام النووي رحمه الله تبعا لابن الصلاح، لأن ابن الصلاح كما ذكرنا ألف كتاب يعد مقدمة لشرح صحيح مسلم، سماه صيانة كتاب الإمام مسلم، أورد فيه مسائل ناقش بعض أهل العلم فيها الإمام مسلم، واستدركوا عليه أو ألزموه، أو رأوا أن بعض ما جاء في كتاب مسلم يحتاج إلى تنقيح ويحتاج إلى وقفة ونظرة. من هذه القضايا قالوا، نحن عندما استعرضنا كتابي البخاري ومسلم
وجدنا أن بعض الرواة في كتاب البخاري وبعض الرواة في كتاب مسلم قدح فيهما فيهم أهل العلم ونالوا وتكلموا عليهم بما يحط درجتهم عن درجة الثقة وعن درجة الصحيح. يعني إن هناك بعض الرواة في البخاري وبعض الرواة في مسلم تكلم فيهم أهل العلم من حيث ضبطهم ومن حيث حفظهم، فهم وإن كانوا من أهل العدالة ولم يقدح أحد في عدالتهم، لكنهم أثر عنهم شيء من الضعف في الضبط، أثر عنهم شيء من الضعف في الضبط. لذلك ما كان ينبغي للبخاري ومسلم أن يخرج لهؤلاء الرواة. هذه هي القضية التي أشار إليها الإمام ابن الصلاح، قال: عاب عائبون على البخاري ومسلم أنهم أخرجا لبعض الرواة المتكلم فيهم، حيث إن أحاديثهم قد تنزل عن درجة الصحة. ولما كان شرط البخاري ومسلم أن يخرج ما صح، فكان ينبغي لهم أن يتجنب رواية هؤلاء المتكلم فيهم. هذه هي الشبهة التي أثيرت. لكن العلماء الذين درسوا هذه القضية لم يسلموا للناس بصحة وسلامة هذه الشبهة، وناقشوهم فيها وبينوا أن ما ذهب إليه البخاري ومسلم من روايتهم لهؤلاء الرواة لهم فيها يعني وجه نظر، وأن فعلهم يترجح على فعل من قدح في هؤلاء الرواة لأسباب. السبب الأول، قالوا إن إخراج البخاري ومسلم للرواة لهؤلاء الرواة يعد توثيقا منهما لهؤلاء الرواة، وكل من البخاري ومسلم إمام من أئمة الجرح والتعديل، وكل منهم يقبل قوله في الجرح والتعديل كما يقبل قول غيره. وإذا وثق البخاري ومسلم راويا وقدح فيه غيرهما فالمسألة لا تسلم لهذا القادح، وإنما يجرى فيها ما يفعله علماء الجرح والتعديل عندما تتعارض أقوال أهل العلم في راو. فإذا تعارض الجرح والتعديل في راو، كل واحد من هؤلاء يعد إماما، فلا يمكن إهدار قوله لمجرد مخالفة غيره له، بل إننا نحتكم إلى القواعد التي يترجح بها أقوال بعض أهل العلم على بعض. فننظر في هؤلاء الذين قدحوا في هؤلاء الرواة، هل كان قدحهم وهل جرحهم أورد مفسرا أو أورد مجملا؟ فإن أورد مفسرا ورأينا من هذا التفسير ما يرجح حكم الجرح، قدمنا الجرح على التعديل. أما إذا كان الجرح مجملا ولم يكن مفسرا، فعندئذ نقدم رأي من عدل، لأن من عدل عنده مزيد علم على من جرح. وهكذا وجد أهل العلم ك
كثير من الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم عدالتهم ترجح على جرحهم، لأن الذين جرحوا إما أنهم جرحوا تجريحا مجملا لم يبينوا سببه، أو أن من بين السبب ظهر من تبيينه أن هذا الجرح لا أثر له، أن هذا الجرح لا تأثير له، إذن فعندئذ يبقى الحكم على الأصل وهو العدالة. أجاب أيضا أهل العلم إجابات أخر، لأنهم وجدوا، وهذا كثير ما يكون في كتاب الإمام مسلم، الإمام مسلم رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أنه يقسم الروايات والأحاديث إلى ثلاثة أقسام، ويقسم الرواة إلى ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى طبقة الحفاظ الذين عرف عنهم الحفظ والضبط مع العدالة، وهؤلاء هم الثقات، وأحاديثهم التي تروى تعد من أعلى درجات الصحة. أخبر الإمام مسلم أنه يصدر أحاديث الأبواب التي عنده والتي ألفها، يصدر أحاديث هؤلاء بهؤلاء الرواة، يصدر أحاديث الأبواب بهؤلاء الرواة، لكنه يتبعهم بطبقة أقل شأن، وهم وإن كانوا مشهورين في العدالة، يعني من حيث العدالة لا مطعن فيهم، إلا أنهم من حيث الضبط أثر عنهم بعض الخطأ، لكن الإمام مسلم يروي عنهم ما وافقوا فيه الثقات، مما يؤكد أنهم لم يخطئوا فيما رووا، من أنهم لم يقع منهم خطأ في هذه الروايات التي رووها، فيسلم يخرج أحاديثهم لكن على سبيل المتابعات، على سبيل المتابعات.